الضخامة العضلية من اسمها زيادة في حجم العضلة عن طريق التغذية والتمرين مصحوبة بزيادة في الوزن بشكل تدريجي. بس السبب الرئيسي ليش انك تواجه صعوبة في زيادة حجم العضلة هو انك ما تطبق السبع خطوات هذه اللي بخبرك عنها في هذا الفيديو بالترتيب. الخطوة الاولى، لازم تحدد كم كيلو وزنك لازم يزيد شهريا. في الضخامة العضلية وزنك لازم يزيد بمقدار معين بشكل شهري على حسب مستواك. اذا انت شخص مبتدئ اول مرة تبدأ تتمرن او صار لك فترة بسيطة في الجيم اقل من 6 شهور، لازم تستهدف زيادة شهرية بالوزن بمقدار 1.5% من وزنك الكلي. يعني مثلا اذا وزنك 70 كيلو لازم توصله الى 71 كيلو تقريبا خلال شهر، وهذا معناته زيادة اسبوعية بمقدار 250 جرام. اذا كان مستواك متوسط يعني صار لك فوق السنة تتمرن بشكل علمي في الجيم وتعرف تغذيتك وتمرينك، فلازم تستهدف زيادة 1% من وزنك الكلي بشكل شهري. اما لو كان مستواك متقدم صار لك فوق الخمس سنين تتمرن في الجيم بشكل علمي، فهنا ممكن تستهدف زيادة 0.5% من وزنك الكلي بشكل شهري. كل ما زاد مستواك في الجيم كل ما كانت سرعة بناء العضلات أقل. والخطوة الثانية هي أنك لازم تعين السعرات الحرارية اللي تحتاجها عشان تحافظ على وزنك، وبعدها تضيف 300 سعرة حرارية. والطريقة سهلة، كل اللي عليك تعمله أنك تدخل في جوجل وتدور على حسابة سعرات. ممكن تكتب في خانة البحث كالوري كالكوليتر اللي هي حسابة السعرات، راح تطلع لك عدة نتائج. اختار واحدة من أول 3 نتائج تطلع لك ودخل معلوماتك في الحسابة إلى أن تظهر لك السعرات الحرارية اللي تحتاجها عشان تحافظ على وزنك، وبعدها زيد عليها 300. لا تعقد نفسك واجد بدقة الحسابات، لأنه الحقيقة أنه ما في ولا حسابة في الدنيا دقيقة 100%، لأنه الأشخاص تختلف والحسابات هذه كلها مبنية على قواعد معينة. بس الحل لهذه المشكلة بسيط، خذ سعرات المحافظة اللي طلعت لك وزيد عليها 300 مثل ما خبرتك، وبعدها استمر لمدة أسبوعين على الأقل على هذه السعرات اللي هي سعرات الضخام، وبعدها شوف وزنك على الميزان. إذا كانت الزيادة في الوزن مساوية للزيادة اللي حددتها في الخطوة الأولى فكمل على هذه السعرات لأنها تعتبر مناسبة لك. أما لو شفت أن السرعة كانت أبطأ أو ما زاد أو نقص وزنك، هنا ابدأ زيد السعرات الحرارية بالتدريج من الكربوهيدرات والدهون إلى أن تلاحظ أن وزنك بدأ يزيد بشكل أسبوعي حسب الخطة اللي حددتها في الخطوة الأولى. والخطوة الثالثة، نعم أن السعرات الحرارية هي اللي تتحكم في زيادة أو نزول الوزن، ولكن أكيد تعرف أنه اللي يتحكم في زيادة أو نزول العضل وقوة أدائك في الجيم هي المغذيات الكبرى اللي تعطيك هذا الاحتياج، واللي هم البروتين والكارب والدهون. وعشان كذا في الخطوة الثالثة لازم تحدد احتياجك من البروتين عن طريق ضرب وزنك في 2.2. يعني مثلا إذا وزنك 70 اضرب 70 في 2.2 راح يطلع لك 154 جرام بروتين بشكل يومي صافي قيمة غذائية. يعني ما وزن دجاج على الميزان 154، لا، كمية البروتين الصافية الموجودة في مصادر البروتين المختلفة اللي راح تعطيك 154 جرام يوميا. والخطوة الرابعة، تحدد كمية الكربوهيدرات والدهون اللي لازم تأكلها بشكل يومي بناء على السعرات الحرارية اللي بقت عندك بعد ما عينت البروتين. يعني مثلا إذا عندك 3000 سعرة والبروتين أخذ 900 سعرة من هذه السعرات الكلية، السعرات الباقية عندك وزعها على الكربوهيدرات والدهون بالطريقة اللي تناسب نمط حياتك. يعني ما في أفضل تقسيم من الماكروز لبناء العضل، بس لازم تتأكد من بعض النقاط الأساسية، وهي أنك ما تلغي تماما مثلا الدهون وتخلي كل السعرات الباقية من الكربوهيدرات، ولا تعمل العكس. بشكل عام كحد أدنى خلي 15% من سعراتك تجي من الدهون والباقي من الكربوهيدرات، هذا الحد الأدنى، يعني لا تنزل عن الدهون أكثر من كذا. والنقطة الأخيرة اللي دائما أنصح فيها هي أنك تأكل كمية من الكربوهيدرات قبل التمرين عشان يكون تمرينك قوي. الخطوة الخامسة هي أنك تصمم لك جدول تمرين مناسب للضخامة بناء على مستواك. أول شيء حدد عدد الجولات الأسبوعية اللي تحتاجها لكل عضلة. اللي مستواه مبتدئ من 10 إلى 12 جولة لكل عضلة أسبوعيا، واللي مستواه متوسط من 13 إلى 15، أما اللي مستواه متقدم فممكن من 16 إلى 22 جولة لكل عضلة بشكل اسبوعي. واعرف ان بعض الناس اللي ممكن يكونوا مبتدئين او توهم بادين في المستوى المتوسط يقول لك لا انا بلعب جولات اكثر عشان ابني عضلات بشكل اسرع، بس الحقيقه انه هذا الشيء ما راح يعطيك بناء عضلي افضل. بالعكس، بعض الدراسات شافت لما حجم التمرين يزيد عن مقدره الشخص على الاستشفاء هذا الشيء ممكن ياثر عليه سلبيا من ناحيه بناء العضل. فثقافه انه تمرين اكثر معناته بناء عضلي اكثر ما شرط تكون صحيحه. بعد ما تكون حددت عدد الجولات الاسبوعيه، اختار كم يوم في الاسبوع راح تتمرن، وعدد ايام التمرين في الاسبوع تعتمد على نمط حياتك. ايش الفايدة تقول اني بتمرن 6 ايام بالاسبوع بس انت نمط حياتك وعملك والاسرة ما يسمحوا لك انك تتمرن 6 ايام بالاسبوع، بينما لو اخترت انك تتمرن 4 ايام بالاسبوع فقط لانه يناسب نمط حياتك والتزمت راح تشوف نتائج افضل. وبشكل عام بعد ما تختار عدد الايام اللي تريد تتمرن فيها، قسم حجم التمرين اللي خذيته في الخطوة الأولى من تحديد تمرينك على هذه الأيام، وكذا تكون أنت متأكد أنك جالس تعطي جسمك اللي يحتاجه للتمرين. بعدها حدد الأوزان اللي راح تلعبها لكل الجولات المطلوبة منك. وبشكل عام اختار الوزن في التمرين بحيث 75% من الجولات اللي تلعبها
يكونوا في التكرار بين 6 إلى 15 بشرط يكون مستوى الإجهاد المطلوب في كل تمرين بين 7 إلى 10. إيش يعني مستوى الإجهاد؟ مستوى الإجهاد بكل بساطة هو كم تكرار باقي لك إلى الوصول إلى مرحلة الفشل العضلي. فمثلا ممكن تختار وزن 20 كيلو على تمرين الدفع للصدر وتلعب تكرارات إلى أن توصل مثلا التكرار رقم 12 وتكون عندك قوة تعمل تكرارين إضافية. هذا معناته أنك اخترت وزن بحيث تلعب عليه 12 تكرار على مستوى الإجهاد 8. يبقى عليك أنك تضيف أهم عامل في أي جدول تمرين واللي هو مبدأ التقدم التدريجي، يعني لازم تزيد الشدة على العضلات بين فترة وثانية عشان تستمر في النمو، وهذه الزيادة ممكن تكون في الأوزان من أسبوع إلى آخر أو ممكن تكون في التكرارات أو الجولات وحتى في نوعية التمارين اللي تلعبها. خلصنا تغذية وتمرين، ننتقل للخطوة السادسة اللي هي المكملات الغذائية. والحقيقة أنه أيام التضخيم ما تحتاج أي مكمل غذائي إذا تجيب كل احتياجاتك من التغذية نفسها. فإذا أكلك يحتوي على سمك السالمون ويحتوي أيضا على الخضروات والفواكه ومصادر الكربوهيدرات اللي تاكلها فيها فيتامينات ومعادن عالية مثل الشوفان مثلا، فهنا أنت ما راح تحتاج أي مكمل غذائي. أما مثلا لو ما تاكل سمك السالمون مثلي أنا لأني ما أحب طعمه وفي نفس الوقت ما متوفر بكثرة، أروح هنا أخذ مكمل الأوميجا 3 عشان يعطيني الأحماض الدهنية الأساسية اللي هي أحماض الأوميجا 3 الموجودة في سمك السالمون. وغير كذا ممكن تستخدم مكمل الفيتامين دي إذا ما تطلع تحت الشمس بشكل مباشر، لأنه التعرض المباشر لأشعة الشمس مهم جدا عشان جسمك يقدر يكون فيتامين دي. ممكن واحد يجي يقول لي يعني محمود ما أحتاج مكمل البروتين والبي سي اي والكرياتين؟ والحقيقة أنه مكمل البروتين مجرد يعطيك البروتين الناقص من التغذية، إذا جيب احتياجك من البروتين من الأكل ما تحتاج المكمل. البي سي اي عبارة عن مضيعة للفلوس، لأنه الأحماض الأمينية الموجودة في البي سي اي موجودة في البروتين اللي تاكله، فإيش الفائدة أنك تروح تأخذها مرة ثانية لما تكون مغطي احتياجك من البروتين؟ هذه نفس سالفة الشخص اللي جالس يسقي الزرع والمطر جالس ينزل. أما بالنسبة لمكمل الكرياتين مونوهيدريت، فهل ممكن يساعدك؟ نعم ممكن يساعدك، وهذا شيء تم إثباته في الدراسات، لكن هل معناته أنه ضروري تستخدمه؟ طبعا لا، وممكن بدون اي مكمل كرياتين تبني العضل وتزيد في القوة العضلية بدون اي مشكلة. والخطوة السابعة انك تعطي اولوية للنوم. حاول انك تنام من 8 الى 10 ساعات يوميا عشان جسمك يقدر يعمل استشفاء كافي، بالاضافة الى انه ادائك في التمرين يكون بافضل طريقة. بس خلي بالك لانه في فئة من الناس ما انصحهم ابدا يدخلوا مرحلة تضخيم، وهم الناس اللي حاليا نسبة دهونهم عالية. يعني مثلا اذا انت رجل ونسبة دهونك 20% او انت انثى ونسبة دهونك مثلا 27%، هنا اذا دخلت ضخامة اللي راح يصير انه وزنك راح يزيد من العضل نعم، ولكن ايضا دهونك راح تزيد، ولما الدهون تزيد عن هذه النسب ممكن تبدا تدخل في مرحله المشاكل الصحيه، وانت ما تريد انك تدخل في هذه المرحله لان الصحه اهم من اي شيء اخر. فاذا انت في هذه الفئه من الناس لازم تدخل نظام تنشيف وليس تضخيم، والتنشيف عباره عن تخلص من الدهون مع المحافظه او بناء العضل في نفس الوقت، وهذا الشيء يكون مصحوب بنزول في الوزن. بس سرعه وكفاءه البناء العضلي ايام التنشيف ما تكون نفسها اللي موجوده في ايام التضخيم لما تاكل سعرات اكثر عن احتياجك، وعشان كذا دورات التضخيم والتنشيف على مدى طويل من الزمن تعتبر من أفضل الطرق عشان تغير شكل جسمك بشكل كامل. بس إذا تطبق كل هذه الخطوات بالترتيب ومع هذا ما شايف أي بناء عضلي، فشوف هذا الفيديو اللي راويك بعض الأخطاء الشائعة جدا اللي تمنعك من بناء العضل. أشوفكم إن شاء الله في الفيديو القادم، ويعطيكم العافية.